الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن صورة مسقرة لاشتعال البحار. مثل ما تلاحظون في الصورة، هذا ليس انفجار قنبلة بل هو انفجار طبيعي حدث في مياه المحيط. تتدفق الحمم المنصهرة من قاع المحيطات والبحار وتتجمد وتتراكم مشكلة كتل صخرية كبيرة. قد تمكن العلماء من رؤية الجزر البركانية وهي تتشكل. أن هذه العمليات الفيزيائية معقدة ومنظمة، ولا يمكن أن تكون الطبيعة هي التي وضعت مثل هذا النظام المقدر والمحكم. أنه بتقدير الخالق سبحانه وتعالى القائل في القرآن الكريم: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان آية 2. صراحة ما نقول سبحان الله، والله أعلم.